أسعد الله صباحكم. اليوم الجو مغيم في باريس، الجو جميل ما شاء الله، درجة الحرارة 18. إن شاء الله بعد شوي بننطلق إلى مدينة ثانية، تقريبا من 4 إلى 5 ساعات. باريس فيها 3 أيام. أخذنا شغلات خفيفة حق الطريق، هاتشي تسلية حق الطريق أساس ما يطلعون يعانين. نرحب بالاضافات الجديده، نرحب بكم جميعا. طبعا انتم ما لحقتوا على بدايه الرحله، انا بعطيكم ملخص بسيط عن بدايه الرحله. الرحله طال عماركم من بوظبي الى فرانكفورت. سبب اختيار مطار فرانكفورت لانه التذاكر ارخص وفي وايد سيارات. طلعت من فرانكفورت على طول، رحت ديزلدوف اقرب على الاماكن اللي كنت انا ابغاها. اخذت ليله في ديزلدوف، بعدين انطلقت على هولندا. كانت المسافه تقريبا ساعتين، ومن ديزلدوف الى هولندا كانت المسافه تقريبا 40 دقيقه. جلست يوم في هولندا في منطقه ريرموند على ما اظن، وسكنت في فندق كان بدايته سجن، عقب حولوه الفندق كان سجن في بدايته، عقب في 2007 او 9 حولوه الى فندق. تجربته وايد، السلام اللي فيه والدرج مال السجن من 1800، يعني كان صراحه تجربه وايد تمام. رحت هولندا على اساس الاوتليت، جلست فيه في تقريبا نص يوم. الاوتليت كان عندهم وايد فنان، بحط لكم العناوين اللي بالعنوان، بحط لك كل شيء. ظهرت من هولندا على بلجيكا على بروكسل، جلست فيها يومين تقريبا مسافه 150 كيلو. هولندا اليوم الاول كانت لفه جوله في المدينه زي ما يقولون، تعرفنا على الاماكن اللي داخل المدينه. ثاني يوم رحت المنطقه اسمها بروج رقم 1، كتبوا بروج بلجيكا، منطقة وايد حلوة. بعدين جيت باريس. ها هزاع، مستعد؟ ايش اللي يدك تيشه؟ مستعد؟ وصلنا لين باريس. باريس طبعا فيها المشي فنان، يعني انك تمشي في باريس حلو. اليوم الاول، اليوم الثاني امس شفتوه ان شاء الله كامل. اليوم ان شاء الله رايح مدينه من 4 إلى 5 ساعات، بيرس فيها 3 ايام، بيكون فيها وايد جولات، امور فيها شويه ثلج يعني، وفيها امور طيبه. الشباب معي، معود المشاهدين ما اخبرهم اي مدينه، يعني معود انهم لينهم ارواحهم يشوفون المكان، يعني انا ما معود لهم اني ما اخبرهم صراحه. تابعوني ان شاء الله. ملاحظات، اخذت الفيدافون اشتغلت معي صراحه في المانيا، في هولندا ما اشتغلت، اشتغلت في بلجيكا واشتغلت في فرنسا. خدت الخمسة أربعة أو خمسة جيجا ب50 يورو تقريبا، وقال لي بتشتغل معك بس الداتا بتشتغل. صراحة شغالة الحين. سيارة من شركة هرتز، وكان أفضل سعرهم اللي حصلتهم يعني. تحركنا من باريس 530 كيلو على الجي بي اس لين المنطقة اللي رايح لها. تابعوا إن شاء الله. اشوف المحطة عندهم شغلة حلوة، شوفوا هاي كيف شرتش، شغل كهرباء، شغل تليفونات. هنا المحطة نتريق، صبينا عندهم ديزل قصدي بترول، بنتريق عندهم. واقفين عند محطة البترول، تريقنا وصبينا بترول. كل شيء المحطة فيها، كل شيء فيها، حتى العاب يال بتحصل في محطاتهم. كل شويتك محطة ما شاء الله، كل شويتك محطة، يعني ما بتنقطع، تصير تنقطع تدور بترول، لا لا، كل شويتك محطة ما شاء الله. هاي المحطة وقفنا نتريق صراحة، ما تريقنا في الفندق، وقفنا نتريق. طبعا محمد خذنا على الكرسي اللي يرتفع، هاي لازم ترفع اساس الحزام ما يكتم ماسك رقبته. حبيب شغل مرتاح، هاي باد شغل ومرتاح. الطريق صراحة ممتاز، 3 حارات، السرعة 130، مثبت السرعة 130. الجي بي اس يقول لي باقل لك 370 كيلو عن المكان اللي رايح له. باقي طال عماركم 290 كيلو، درجة الحرارة بعدها 22 او 23. اللي بيسافر عنده اكثر من تليفون، عنده عيال،
ياخذ هالجهاز هذا. وايد زين الجهاز، عبارة عن وايرلس، جهاز وايرلس تركب فيه بطاقة وتشغل كل التليفونات والايبادات عليه، يعني وايد تمام صراحة. شركة هواوي اظن هاي هواوي زينة، بس تاخذ 4G هواوي وايد زينة، يتشرج طبعا واموركم طيبة. ينباع في كارفور وينباع في كل المحلات الالكترونية تحصلون، نقول له 4G تركب بطاقة فيه بطاقة وتعيش وايرلس احلى حياة. لا تعتمدون على جوجل في السفر لانه يبى داتا، اذا دخلت من دوله الى دوله وانقطعت عنك الداتا ضعت تراك. من الحين اخبركم، ادري ان جوجل ما شاء الله خرائطه اوكي، ولكن يعتمد على الداتا. يعني اوكي اشتغل على جوجل ولكن تحمل، بدون داتا ما تمشي تراك. احلى شيء هذا، شوفون هذا احلى شيء. على فكره مخزنين فيه حتى الرادارات، اذا في رادار يخبرك يقولك في رادار ثابت قدامك. يعني قبل لا تسافر حط احداثياتك والفنادق مالك كلهن في هذا وتوكل على الله. طبعا خزن اشياء في جوجل عندك بعد في الخارطه، حتى هذا الكابتن شغاله، هذا شيء حاطين احتياط شغال بعد. نفسي مره اشوف محطاتنا فاضيه، طيب كل محطاتهم شيء فاضيه لان وايد محطات عندهم ما شاء الله تحصلها كلها فاضيه. راح 10 دقائق شوي اسبريسو وشي ترتيب حق الخط، عقب بسوي راحة حق الشباب الصغار على أساس يلعبون بعد إن شاء الله. مساء الخير الناس اللي سألوا عن السيارة اللي ماخذنها، هذه السيارة اللي ماخذنها شونها 8 ركاب. إذا عندك أطفال خذ لهم كراسي أطفال، إذا عندك أطفال خذ كراسي أطفال بس. نحن الحين في المحطة عبينا ديزل زي ما يقولون، باقي تقريبا 70 كيلو عن المكان اللي رايح له. وقفنا شوي، كل المحطات ما شاء الله اوكي. الله يعزكم، دورات المياه وايد نظيفه، بس شو اللي بوي معك دبه ماي؟ طبعا ما في عندهم ماي، مشكلتهم ما عندهم ماي، والامور كلها طيبه ان شاء الله. شوفوا واقف عند ممنوع الوقوف، شيء بس غياب حقهم بس واقفني، بس ما واجفني انا. شفتوا كيف محطه ابوي تصب روحك، اول ما تي تحصل ماشين تحط، يقول لك اي لغه ولا انجليزي، تحط البطاقه مالك يقول لك كويت، بعدين يقول لك حط البن، تحط الرقم السري من البطاقة، شوي يقول لك اوكي خلاص شل بطاقتك وتصب بترول وتروح، وروح يحاسب كم انت صبيت. هاي مدرسة ما ادري هي سياحة ما ادري جايين وين، هاي مدرسة شلون هي سياحة يمكن. هذا عصير شمندر اللي كنت اشربه ابو ظبي، خدته تعصب فراولة طلع شمندر، يبيعونه فرش في هذا مالهم محطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حزر فزر، نحن وين نحن وين نحن وين 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 طال عمركم في جنيف سويسرا، بس هذه محطة بس من ساعتين شي، بنتغدى ونتمشى وبعدين بروح محطتنا. كيف لازم تاخذ هذا، شوفون هذا واين عندكم ولا لا، هذا لازم تاخذ هذا مال سالك عند المحطة او تاخذه من عند الحدود، قيمته بين 30 و40، حد يبيع 30 حد يبيع 40 ما ادري ايش سالفتهم. المهم مره، المهم هاي اسعارهم، تابعونا براويكم شغلات حلوه. وقفنا طال عمركم في الباركن، الباركن هذا عند بحيره جنيف مره تحت الارض الباركن. زين الشاحوف مالنا حصلنا له مكان طويل شوي، الشاحوف اللي عندنا طويل زين حصلنا بارك. باركن ما شاء الله اوكي، خزننا انا عندي السنه اللي طافت، باركن فنان صراحه. رايحين طال عماركم عند المطعم الايطالي، مطعم فنان ان شاء الله الحين بسير ماكل فيه. تعرفون شو اكثر شيء عجبني؟ ان الحمد لله الفيدافون شغاله في سويسرا، يعني عين شغاله في 4 دول والامور كلها طيبه الحمد لله. هذا المطعم ان شاء الله الحين بنتغدى عنده ان شاء الله. المطعم هذا طال عمركم شوفوا المنيوم بالعربي في سويسرا في جنيف، شوفوا أكله وايد فنان. طبعا الشباب هذيل نص الطريق رقدوا، قطعنا تقريبا 5 ساعات، الحين أبوي يعطوهم تلوين بيلونون إن شاء الله، والأمور طيبة في جنيفا. إن شاء الله بنجلس
ساعتين ثلاث ساعات بتمشى شوبينج بنتغدى عقب بعدني رايح. طبعا ما حد بيشك وين رايح، يعني يمكن 1% بيعرفوا وين رايح، بس مش بعيده قريبه، بس ما بعطيك من الوقت كم بتشوفون. حمود شو تسوي انت؟ شو تلون؟ شي لونون تلون البيتزا. زين وانت شو تسوين؟ هالصور كلهم في المطعم. شباب مبارك. هذه العيالي، هذه بتمناهم عيالي. حاضرين. سلمي 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 سلمي، يلا سلمي على عمي. يلا سيروا سعد ماما، سيروا سيروا هناك سيروا. شباب على البحيره يتمشون، وني الهاكر الحين بيخرب التليفون، قصدي بيرتب التليفون، والمزن موجود. ها مرتاح زين. شلون العيال؟ اعطيكم محمد شلون. والله عيالك شلون عيالك؟ لا لا شوف، 5 فرانك لين ستاربكس. حميد احنا تعرف ها؟ والرده؟ الرده احنا نتفق على الروعه اول شيء. عرفناك مع الشباب، هذا ابوي حميد الرميثي، وهذا مبارك المنصوري، بس هذا خال هذا. شي يعني تسجر؟ لا اللي كان عندك. انا وديك هذا البحر تبين؟ ما تعرفين تسبعين انتي. انت منصوري اللي مو مال البحر بيغرق علينا. اوكي. عندك 3 ضرب. ثانك يو. هاني بارك مع ابو السبوح عقب هالكلب هذا. خلاص راح. كيف رقدتي تحت الكرسي؟ انا رقدت تحت. انا رقدت 50 فرنك. تروحون في الجولدوين؟ ها شباب؟ أسلك؟ شغلي شغلي دق سلف. ايوه صح دق سلف. يلا صبري صبري. مزنا شو تسوين؟ تسوق الدراجة؟ تسوق الدراجة محمد؟ حاطك في الدراجة هني بجنيف؟ خلي شغلك الدراجة. يلا ركبي ورا عشان نروح. حطي زين. يلا. ليش ما تبين؟ أروح؟ وين بتروحين؟ بتركبين؟ وين نروح؟ ها آه شوفي دلعكم حميد اليوم صح؟ دلعكم ها؟ دلعكم الحين بكتكم كدنا، اصبروا شوي علي.
ليش تخبرين عليه عمي حميد؟ هو يقولك انا بشرب بس. اعطيه يشرب، اعطيه اعطيه اعطيه. عمي حميد عنده ماشين طال عماركم في جديد، يمكن نص ساعه ساعه نروح المكان اللي ما تعرفونه. حصلنا الشباب يلسنا معاهم، عزمونا على العشاء باكر. تسمعون هو جريح يرد الروح صراحة. تقريبا من باريس 530 كيلو. خلصنا طال عمركم من جنيف، متوجهين على المنطقة اللي أنا خبرتكم عنها، تبعد عن جنيف 45 كيلو. اسمعوا لي هذا، تقول يا عيالك محشرة، هذا محشرة تراهم. على العموم بروي كل منطقة بتكون هي مركز، وبتنتقل منها لثلاث أربع مناطق إن شاء الله. أزين؟ أزين؟ مزنة تقول ودني في الدراجة، باكر خذ الدراجة ودني في الدراجة إن شاء الله. فارس طيب. حميد ابوي الشباب حشرونا، حميد وحميد وحميد ودراجة وحميد. اسمع ما سكتوا، اسمع باقي طال عماركم 20 كيلو على المنطقة اللي رايحي لها. اللي جاي المنطقة من الشارع هذا بيعرف نحن رايحين وين. ها يعرف هالشارع، يعرف هالمكان. ها عرفتوا المكان؟ اه اللي جاي المكان عرفه المكان ولا ما عرفه؟ على البحيرة مرة. اه عرفتوا المكان؟ اه عرفتوا المكان ولا ما عرفتوا المكان؟ المكان فيه سباق عالمي اليوم بعد، الشوارع كلها مسكرة. وهاي طال عماركم غرفتنا، هذه غرفتنا. شوفوا فندق الهيلتون، فندق فنان. طال عماركم خلينا نبطل البلكونه نشوف. ها عرفت المكان؟ هاي الغرفه، عرفت المكان؟ طال عماركم انا في إيفيان، تعرفون إيفيان طبعا، إيفيان تابع لفرنسا، تبعد عن جنيف 45 كيلو. السنه اللي طافت سكنت وارتحت، منطقة وايد حلوة. الله يطول عمر الشيخ خليفة فوقنا ساكن، والحمد لله فوقنا يعني فوق ليبل. هذا فندق إيفيان، شفتوا في مسبح الفندق على البحيرة. طبعا تعرفون البحيرة، إذا رحت من هناك الصوب الثاني لوزان، من هناك الصوب الثاني، وإذا رحت مني عندك قشتات من هناك تروح، وجنيف طال عمركم هاك الصوب آخر شيء من هناك جنيف. الله يعزكم، هذا حمام الفندق هيلتون إيفيان، ما شاء الله السنة اللي طافت سكننا هالفندق، بس جدا فنان. شوفوا الله يعزكم، كبير كبيرة درة المياه عندهم. خلينا إيفيان نقطة انطلاقة، بنطلق فيها في اليوم. راح خلاص مكانين، بروح مكانين إن شاء الله، باكر مكان ورا باكر مكان، بس ان شاء الله الشوارع كلها مسكره. باكر سباق عالمي الساعه 4، احنا كل ما نزير مكان يا في عندهم احتفال يا عندهم شيء، سبحان الله. طبعا صورتكم المنظر مره، بس بصور لكم يلا بس مره، ما ادري يمكن غياض، يمكن شوفوا هاي من بلكونه الفندق، من البلكونه مال الفندق. شوفوا طبعا البر الثاني لوزان، نازلين نتمشى على البحيرة الحين، نمشي شوي، الجو جميل، الجو بارد، لبسنا جاكيتات لأنه هو يبرد الجو في إيفيان معروف. أوه
احتمال اليوم انزل لكم جدول رحله كامله بالصور لان اشتغل عندي التليفون الثاني. في بطوله زوارق والجماعه مشاركين. شوفوا ابو ظبي تيم مشاركين في البطوله. هني بتكون بطوله على البحيره. وين البحيره؟ ما ادري الحين ما يبين شيء. هناك البحيره. اسعد الله مساكم. بقول لكم بعض الشغلات وانا ارى بشوف المنظر وانا اسولف وياكم. جنيف فيها 40% من سكانها وافدين. تعتبر المدينه اكثر مدينه في اوروبا فيها وافدين اللي هي جنيف. 40% اكبر بحيره في اوروبا في جنيف. ويوصل عمق البحيره 507 قدم. طبعا هي هاي البحيره تمتد لين افيان طبعا وعلى لوغان على كذا مكان. طبعا نافورة جنيف تم تصميمها في 1886 يعني صمموها النافورة هاي. طبعا المكان فيان. اسمي ريس. كل شيء عندهم ريس. نعطيكم الحين معلومات عن فيان. فيان طال عمركم اكتشفوا في سنة ها ابوي خلينا نكمل ها هاي سفينة بابا. اكتشفوا ان ماء افيان في سنة 1902 بانه يصلح للكلى واستخدموه للاستخدامات الطبية في 1902. وفي 1960 بدأوا يصدرون للعالم. في 1960 ويقولكم يصنعون في السنة 4 مليون قزازة او دبة او زي ما قالوا هم يعني. اشتربوا يكلب اشتر. اخوكم الصديق من المغرب. وين تبى انت بهالكشخة هاي مالك هاي؟ ايه رفيق شو تقول شو الصاصره رفيق هزاع. ويتصدر ماي افيان على 125 دوله. افيان صراحه جوها دومي ما شاء الله حلو بارد. اليبال احنا هذا البحر وخلفك على طول يبال. تقدر تروح فوق اليبال جو ابرد بيكون. طبعا كل ما ترتفع 150 متر تنقص درجه حراره. اخرتها يصيد بط الحين. اخرتها عاش صاد ما شاء الله. اندحب سلم كذا ما يصيد بط. ملوخيه اليوم ملوخيه بط يصير ولا ارانب بس؟ ها طراد شاحوف جلبوت تك باخره سفينه شب ما اعرف. صبري بصور ابو ظبي الاتحاد جايبيننا من هناك مساكين. تعال 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 نصورها تعال. ما اروم اشل عمري انا وين اشلك الحينه.